الجامع اليوم استماع أو الجامع العام العادي هذه القاعة المباركة المناسبة. كنشكر الناس ديال العين شوك على رأسهم أخو الصديق شفيق بن كيلان، وكذلك العضو الديناميكي ونائب الرئيس السي المصيري لهذا المعنى، ويلتحق معنا سي شفيق بن كيلان بعد حين. بعد تأكد من النصاب القانوني ف 91 اللي موقعة لهدرات من بين 110 ديال البور، إذا كاين النصاب القانوني. أول شيء نبداو به هو تلاوة آيات من القرآن من ذكر الحكيم. فليتفضل سريدة. مشكور. بسم الله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مرياني السادة ممثلي الصحافة الوطنية، السادة الضيوف الكرام،
إنه لمن دواعي السرور والفرح أن نلتقي اليوم في جمعنا العادي ونحن ممثلو كرة قدم في مدينة الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء المقاومة، مدينة الدار البيضاء الرياضية، مدينة الدار البيضاء الاقتصادية، مدينة الدار البيضاء قافلة بفرقها قافلة كرة القدم الوطنية. كنجتمعو حنا الظروف الجيدة لكرة القدم، النتائج الباهرة اللي حققتها كرة القدم الوطنية على جميع المستويات. اليوم في هذا الشهر نوفمبر في هذه اللحظة في الصباح 11 السنة الماضية كانت المقابلة ديال المغرب وكرواتيا، فالذكريات لن تنسى وتبقى المخيلة ديالنا وتبقى في القلب ديالنا، لأن المغرب كان حاضرا وبقوة ممثلا لبلاده وللأمة العربية ولإفريقيا. إنجاز كبير المغرب في نصف نهاية كأس العالم. كنظن بأن هذا كان حلم، وبالمجهودات ديال الجميع، مجهودات السيد رئيس الجامعة، وبالمجهودات تحت الرؤية النيرة لصاحب الجلالة نصره الله لما فاتئ يساند ويدعم الرياضة في وطننا العزيز. كرة قدم اللي عرفات هذا التطور وهذا الإنجاز ما جاش من فراغ، فهناك البنية التحتية اللي عرفتها بلادنا اللي لاحظتوها كلكم على جميع المستويات، لا على المستوى ديال الفرق ديال الإليت ولا كذلك على مستوى الفرق ديال الهواه وكذلك الفرق ديال الاقسام السلفيه. انا كنتذكر بان كانت البطوله في العصبه الدار البيضاء تتوقف لمقابلات عديده، كلما كانت شتاء الخير كلما توقفت البطولة، رغم الندرة ديال الشتاء ومن هذا المنبر كنطلب الله سبحانه وتعالى أن ينعم على بلادنا بأمطار البيضاء لأننا في الاجتماع ديالنا. فدار البيضاء جميع الملاعب تم إعادة هيكلتها، في القريب العاجل وفي الايام القريبه غادي نعطيو انطلاقه لثلاثه الملاعب، الملاعب ديال التكوين المهني اللي غيصبح مشوشف في حله جديده، ملاعب ديال الحفره ديال 13، وكذلك الملعب المتواجد في ثانويه الرياضيين. ثانويه الرياضيين افتحوا قوس، ثانوية الرياضيين تخرجوا منها مجموعة من الرياضيين والأساتذة والممارسين للرياضة ولكرة القدم واللي أداوا أداء حسن، فكنا السباقين بجميع العصب أنه بدينا حنا الأولين في إطار شراكة بين العصبة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الآن لصفحات الرياضة، وهذه مدة ثلاث سنوات أنه درنا شراكة ديال سبور ايتيد. سبور ايتيد بديناها هذه ثلاث سنين، الإمكانيات ديالنا ديال أو مشاو منها مجموعة من الفتيات اللي هما في المنتخب الوطني واللي كانوا عندنا في المركز،
هو حافظهم سار هذا الفريق. الفريق متغاب كانت من البنيات اللي مشاو من هنا، وكذلك الوليدات اللي هما جايين في المنتخبات العمريه. هذه البدايه اللي كنا بينا احنا، وكنا احنا الاولين في تي دي سبور، تاخرنا في مركز ديال التكوين، مركز ديال التكوين ديال الدار البيضاء، وكما تيقولوا رب ذرة نافعة. تأخرنا، ولكن اللي جا الخير غيكون عندنا مركز التكوين كرة القدم الدار البيضاء، وبالضبط في مديونة على مساحة ديال 30 هكتار. 30 هكتار غيكون هو ثاني مركز رياضي من حيث المساحة ومن حيث الحمولة من بعد مركز ديال محمد السادس. وهذا دراسات دارت فيه، وهنا لا بد نشكر المجالس ديال الدار البيضاء اللي ساهموا، والمنتخبين بطبيعة الحال، اللي الجهة ديال الدار البيضاء تساهم 5 مليار ديال السنتيم، مجلس مدينة الدار البيضاء غيساهم 3 مليار ديال السنتيم، هي شحال؟ 8 مليار. ومجلس العمالة ديال الدار البيضاء غيساهم 1.5 مليار ديال 3.5 مليار، بطبيعة الحال الجامعة الملكية 5 مليار هي 14.5، بالإضافة الجامعة تكلف باقتناء ديال هاد الأرض اللي هي 30 هكتار، واللي هي في الملكية ديال الأملاك المخزنية. إذا هادشي كله غادي بواحد السرعة، والسي عبد الناصري كنحييه لأنه تبع المسألة في المجلس ديال المدينة، وهاد الملف حنا متبعينو باش نخرجوه. إذا حنا ما غنتسناوش 2 ولا 3 سنين باش يكمل. هاد المدرسة الرياضية علاش درنا فيها هذاك الملعب؟ لأنها ابتداء من هاد السنة بدات كتحتضن لاعبين صغار 11 عام و13 عام، بداو في هذيك المدرسة الرياضيين صحبة المجموعات اللي كاينة، واللي كنا حنا دخلناها في إطار الرياضة ودراسة، كلهم متواجدين دابا في عين السبع في هذاك المركب الرياضي اللي غنعطيو حتى هو الانطلاقة ديال نهاية الأشغال ديالو ديال الملعب، مع ديال ملعب التكوين ومع ملعب ديال الطاس في الأيام القليلة، ما غنقولش الأسابيع ولكن غنقول في الأيام القليلة. بالتالي غتكون عندنا واحد مجموعة من الملاعب اللي غتنضاف للملاعب اللي كاينة الآن. الدار البيضاء العصبة عندنا أكثر من 4000 ليسونس رخصة، كنحتلو 14000 14000 ديال شراسات 14000 ليسونس، كتقلب على الترجمة ديال ليسونس العربية رخصة 14000 رخصة. وهذا رقم مهم جدا، ما كاين حتى في المغرب كان بإمكانه يكون أكثر، ولكن الإشكال اللي كاين الفروق اللي وجدوا الملفات ديالهم إلى آخره، كاين المشكل ديال الملاعب، لأن كاين غزو ديال البناء، كاين المشكل ديال الملاعب. فمثلا كتجي فرقة غادي تدخل مثلا السنة، كتلقى في هذاك الملعب فيه 5 ولا 6 ديال الفراقين لي جون ديالهم إلى آخره، يمكنش تضيف عاود فرقة ولا جوج. إذا هادشي غادي نحاولو ندبروه مستقبلا باش نلقاو دي تيران اللي تابعين الأملاك المخزنية، باش نديرو فيها ملاعب، باش يمكننا نعاود نزيدو، لأن 14000 راه قليلة بالنسبة للدار البيضاء، قليلة 14000 اللي أسبوعيا
لأسبوعين إخوان كيف جو 120 مقابلة بالحكام ديالها لديليغي ديالها. وهنا هنا بغي نقول بأن كنفردو عاوتاني حنا العصبة الوحيدة اللي كتأدي الأربيتراج على الفرق، العصبة الوحيدة اللي كتأدي المناديب على الفرق، العصبة الوحيدة اللي ما تتخلص لي زامبري كلهم كنتحملهم حنا منذ بدات العصبة على دينا في هذه العصبة اللي كنعتزو أننا كنحاولو نحلو المشاكل. في العصبة ديالنا نزلنا واحد المبادرة فريدة ووحيدة، دبرتها شخصيا مع مجموعة من الأصدقاء، أننا استطعنا ظرف ديال كوفيد عطينا الفروق غير الممنوحة، كاين الفروق اللي منوحة خارج المطار ديال الدار 10,000 درهم كمساعدة. وصلنا 83 فرقة اللي خلات، باقي تقريبا 30 ندبروها في أسابيع مقبلة، لأن عطينا الكلمة خصنا نوفيو بالوعد وبالكلمة. هادشي ضروري. إذن هادو بعد الإشارات باش تعرفوا ما تتحمله العصبة، لأن الإمكانيات ما توجدش، ما كناخدوش كينش تاعنا لهاد الساعة. حنا خدامين على الدعم العصاب على الأقل باش يمكننا نفكو بزاف ديال الحوايج. الملاعب حتى هما غادي نخدمو عليهم أكثر، ونبغي نقول كذلك بأن حنا كنتسناو بأحر من جمر هذا المركب أو هذا اللوسون تريسحل. علاش؟ دابا ملي كتنظم البطولات الجهوية ديال المنتخبات كنمشيو للدار البيضاء، كنجيو الوليدات ديال 11 و 13 و 15، والمنافسة كدار هذاك التجمع، كان أغلبية كنديو جميع الفئات العمرية، حنا اللي كنفوزو بهادو في المراتب الأولى. ومن هنا نحيي الإخوان الصاهرين على لجنة التقنية، نبغيكم تصفقوا عليهم. هاد دونك هاد الترافاي جدا السنة اللي من بعد كنبداو نتباراو مع الوليدات ديالنا، يعني في هذاك التجمع كديهم الفتح، كديهم الاكاديمي، كديهم لي بار. علاش؟ لان عندهم مركبات مراكز تكوين ودايرين سبور كلهم، وكذا كاين واحد هنا دابا مجهود. دابا الرجاء راه عندهم بداو هاد السنة دراسة ورياضة، الوداد تا هما قريب العاجل، والمركب الكبير ديال الدار البيضاء إن شاء الله من يوجد ما غيبقى يمشي لنا تا واحد من مدينة الدار البيضاء. كما قلت كرة القدم تنطلق من الدار البيضاء دائما وأبدا. إذن هادو مجموعة من الحوايج اللي بغيت نسير ليها ولا بدا كان نسير ليها. تكوين اللي خديناه كقاعدة أساسية هو تكوين ديال الأطر المدربين، تكوين ديال الحكام. لحد اليوم السي موتيف والفريق ديالو وصلوا 1400 مدرب، 1400 مدرب. الله كيختلف مع الرخص، هذو 14,000 و 1400، خصك واحد الصفر باش توصل على الرخص.
جلو كل مدرب عنده دو واحد كذلك دار جهود كبير في تكوين ديال المدربين. وهذه القاعة اللي نتوما فيها منذ السنة الماضية وهذه السنة هي اللي تتحتضن تكوين ديال المدربين والحكام للعدد ديالهم. هذه السنة لهذه السنة 400 حكم وحكمة بعد القاعة. بالمناسبة الشيء سابق التحق بنا كان صفقوا عليه لأنه واضح هذا القاعة الشيء سابق وخا مريض بتساء أن يأتينا بعصا نتمنى عليه الشفاء إن شاء الله. هذه السنة اللي فاتت تخرجت من الحكام ديال الدار البيضاء شحال عندنا رقم 191 اللي تخرجت كنتمنوا لهم التوفيق. فهاد الحكام كيتكونوا مجموعة من المراكز، كاين دار الشباب باش نشوف، دار الشباب حي الحسني، دار الشباب ديونا، المركب الصحي سيدي عثمان، والمركب الثقافي سيدي مومن. بمعنى كاين سبعة ديال المراكز اللي في الدار البيضاء اللي فيها تكوين ديال الحكام. وهنا كل يوم خميس كيجتمعوا الحكام اللي هما كيمارسوا اللي كيديروا لي زيتيود دو كا وكيناقشوا الحالات إلى آخره. فمن هذا المنبر كنحيي الإخوان المسؤولين على التحكيم راهم معنا، فتحية لهم وصفقوا عليهم كذلك. ما صفقتوش من يدكم على الحكام دونك ما نطولش عليكم. تحية للجميع كل باسمه وصفته، وندوزو للتداول في التقريرين الأدبي والمالي. التقرير الأدبي سيد تاجر العام نوم شكوري إلى خليكم من جهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعدا ربما نقول واحد الكلمة، الرئيس راه مخليني فاش غنهضر. التقرير الأدبي راه كله دوزو، أنا بغيت نعاودو، ما عندناش إعادة اللي قال السجودة. الله يسعدك. الكلام اللي قال السجودة هو التقرير الأدبي كامل. لا أنا غير الكرة النسوية. فالتاريخ ديال سبورت في الدار البيضاء حتل الرتبة الثانية في كأس إفريقيا للأندية اللي تقام في كوت ديفوار، وهذا نتيجة كنعتزوا بها حتى على التجميع بأن كرة القدم النسوية يلا علينا هذا السنوات أربع ولا خمس سنوات الأخيرة باش فريق هذا سبورتينغ. قبيله واحد صاحبي قال لي فريق سبورتينغ عنده ربع سنوات وصل لهذا الشيء. فريق سبورتينغ هو فريق فتيات من مزيك. فريق فتيات من مزيك 2009 ومن بعد تحية لهم وخاتي حزت نفسي أنا لأنهم كانوا أحداث كبار لأن هي الأصل. ربين دوزو الخير مالي لو موافقة على التقرير الأدبي. واش مالي؟ سمعتك؟ لا
رحمنا عليه في الجامعة وفي العصبة وفي هذا المنصة نقرأ دقيقة الصمت ونترحموا على جميع اللي فارقونا كرياضيين وكناس اللي ماتوا الكرة وسيروا قراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا على طبعاً الحال تتعرفوا بأنه يتقرير مالي في سجود عن إكمال خوضار المحلف إلى أخيره كذا معنا سيوربي فضل مشكور مرحبا بجميع الأعضاء ديال العصبة التربية الكبرى جميع رؤساء أندية التربية وإن شاء الله هذه السنة المحاسباتية السنة الرياضية 22-23 نبدأ من المداخيل كاينة 900,000 درهم ديال الدفعة الأولى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 900,000 درهم الدفعة الثانية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كاين ديزونكاجمون يعني الانخراطات ديال الفرق 202,053 درهم المجموع هو 2,000,253 درهم كاين الرصيد المتبقي ديال البنك هو 1,342,154 صلة 03 كاينين المصاريف غادي نبداو بالصالير ديال يعني الموظفين 356,650 درهم كاين المصاريف ديال صندوق الضمان الاجتماعي 44,847 صلة 72 كاين يعني بريم ديال العيد ديال الموظفين 20,000 درهم كاينين المعدات و الماتريال ديال البيرو 174,164.09 كاين الصيانة ديال العصبة 28,838.93 كاين ديال الضوء والماء 26,267.88 كاين التليفون والانترنت 12,384.96 كاين المصاريف ديال او ليزانديميتي ديال كوميسيون تكنيك ريجيونال 847,500 كاين لي زانديميتي ديال كوميسيون ريجيونال داربيطراج 156,000 كاين لي فري ديال بريباراتور فيزيك دي تي ان ديبلوم بي 10,000 درهم كاين المصاريف ديال المطاعم و ديال التبليف ديال 250 مونبر 30,000 درهم كاين شراء المعدات
ديال سبور ايتيود 41900 كاين مصاريف ديال المطعم ديال سيليكسيونا يعني ديال فئات الصغرى فئات العمريه اي 10 اي 11 ارابا الرباط 14768 كاين السائق والبنزين وجواز ديال الطرق على السيارة 36000 درهم كاين التأمين ديال الحافلة ديال العصبة 11981.19 كاين المصاريف ديال التحكيم اللي كيخلصوها العصبة العتيق ديالها الدفعة الأولى 648260 كاين لي زاد مينيتي ديال لي ديليغي اللي كتخلص حتى هي العصبة 120360 كاين فرد باراج 75900 الباراج كله وكاينين المصاريف ديال لي زاد تيري بونكير 3130.42 المجموع ديال المصاريف هو 2,658,853.53 الصول اللي بقى لنا هو 685,353 يعني رصيد متبقي رصيد التصاعدي هاي 685,353.53 وكنرجى ان كل شيء يكون ان شاء الله موفق في هذا السنه ومزيد من العطاء يعني في المسار ديالكم الرياضي وكذلك العصبة الجاوية دار بداء الكرة. كنا كناخذوا 80 مليون كنزيدوا معنا ولكن 90 ما عطاوش داخل هي عطاونا واحد الخدمه كنديروها هما كانوا كيخلصوا اللجنه التقنيه وكانوا كيخلصوا اللجنه المكلفه بالتحكيم واللي سنويا كتقام 1,000,000 درهم دونك زادونا 100 ولكن زادوها على كنخلصوا بلاصتهم هادو كانوا كيتخلصوا من العين دونك ولينا حنا خسرتونا الفلوس وكنخلصوا اذا المجهود راه باقي كيدار بقات هاد 68 مليون و 500 الى اخره هادي تا شهر 6 اليوم حنا راه في شهر 11 دونك ما كتدخلش دونك راه كاين مصاريف اخرى ابتداء من هادي منها كنا عطينا واحد الدفعه فروق النسويه عطينا من ترونش ديال 240,000 درهم وبقى لهم لا دوزيام ترونش ان شاء الله باش نعاود نكملوها لهم وباقي لي طري اللي تخسروا هاد الايام شهر 6 وبقى هذيك 30 فرقه نشوفوا الا قدرنا نعطيوهم هنا ما قدرناش غادي نقلبوا من نعطيوها ولكن غنعطيوهم فلوسهم غا ياخذوهم كلمه غادي نعطيوها لهم اذا التقرير المالي موافقون دونك اجماع الحاضرين ياك حتى واحد ما شكرا بل مره اخرى كنشكركم على الثقه اللي درتوها في الاخوان اللي كيسهروا ليل نهار بغي نحييهم الموظفين اللي كاينين في العصبه لا انا خليتهم هما الاخرين باش نقول لك راه كنخلص كنت حيف هاد العصبه هادوك الناس راه فاتحين لنا الابواب ديالهم تندور تنجيو تما فاتحين لنا الابواب ما خليهم دايرين معانا مرحبا خيرهم كاملين دونك شكرا على هاد الكلمه في حق الاخوان والاخوات اليوم ساهرين ليل نهار من جهه ونبغي باسمكم نحيي الاخوان اللي داخل المكتب واللي جا واللي كيشتغلوا
بدون مقابل. فتحية له. وليلة نهار ملها الزنا لأنها تقول صراحة. والثقة المتبادلة اللي كاينة مع جميع الإخوة هي اللي خلاتنا نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا عليه كذا. طموحنا كبير إن شاء الله وصل الدار البيضاء. أنا تنقول إن شاء الله نكمل أول الله العمر وكمل هذا سميتو المركب راه ما بعيد شيء. الدخلة ديال الديونة قريب للعمالة. هو اللي كان غيكون فيه الملعب ديال الدار البيضاء كانت غتكون فيه 60 قطار خدينا منو حنا 30 قطار باش تدار فيه هذا المركب أو هذا المركز ديال التكوين. إن شاء الله ملي غيكمل غادي نديرو فيه المقر ديال العصر. مقر بحال كيما دارت الجامعة دابا. الجامعة دارت المقر ديال الجامعة وديال العصبة الشرافية والعصبة ديال الهواد كلهم دار لهم بنايات في المركز. حنا إن شاء الله غادي نديرو وركاب ديالنا تما كاينة باش إن شاء الله كل شيء غادي يزيد تما. وهادي غنخليوها أنكس إن شاء الله ولا غتعاود تبنى والمداخل ديالها تدخل العصبة. ثم اللي غتشوفوا إن شاء الله مستقبلا شنو ممكن يدار. شكرا لكم على الثقة و نعطيو ندوزو البرقية في الولاء والإخلاص إلى السدة العالية لله. شكون اللي بغى الكلمة؟ اطلبها نعطوك الكلمة. شكون هذا الأحمر؟ يلا هذا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، السادة أعضاء المكتب المديري، السادة ممثلي الأندية، المنضمين تحت لواء العصبة الدار البيضاء، السادة الصحفيون، أيها الحضور الكريم، في هذه المناسبة التي تلتئم فيها أسرة كرة القدم بالدار البيضاء الكبرى لتقييم حصيلة موسم آخر في عمر هذه المؤسسة، نتقدم الجزيل الشكر إلى السيد الرئيس محمد الجدار. السيد الرئيس نتقدم الشكر إلى السيد الرئيس محمد الجدار وأحد أبناء مدينة الدار البيضاء، كان لاعبا ومؤطرا والآن مسيرا وفاعلا سياسيا من أسرة وطنية وكافة أعضاء المكتب المديري لما يقدمون لهم من تضحيات بحس وطني خدمة للشباب ولكرة القدم الوطنية، مساهمين في الوقت بمستوى الكرة وفي بلوغ أعلى المراتب من بينها بلوغ نصف نهائيات المونديال وكسب تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكذلك كأس العالم 2030 وتوسيع قاعدة الممارسة والبنية التحتية. إخواني أخواتي، نحن اليوم في لحظة تاريخية نقرأ فيها حصيلة موسم ونسعى لتحقيق الأفضل وفي المستقبل وعصفتنا حاضرة وفاعلة كالعادة برئيسها وفعاليتها كما التمس منكم السيد الرئيس. وهذا تقرير كان للإخوان باش نوصلوا ليك وكتعرف الكرة كما جبت الماديات والحمد لله الملاير غادي خدامة. إخوان كيطلبوا باش المنحة تعطى في وقتها، لا يعقل انك راك عارف الكرة باش كتمشى الماديات وسيتو دابا القوانين ولات مصعبة ولات التكوين ديال الوليدات. الوليدات خاصنا نكونوا حنا أصلا مجهزين، هي المنحة تعطى في وقتها لحد الآن حنا ماخديناش المنحة. وكان بعض الإخوان اللي ماخدوش منها ولكن مضحيين كما قلت لها السيد الرئيس. كما لا يفوتني بأن أشكر
موظفين ديال العصبه وحنا عايشين معاهم. بعد خطر الخدمه كتبقى مع الرغم كيبقاو حتى سته. سيختار فوائي اون دومور دو رونفور باش كيخدموا. ما كاين اللي مريض، كاين اللي مريض وكيجيب الدواء وكيجيب كل شيء وكيخدم في الليجان، ما كيقيدوش حسام على الاصبع. ولهذا كنشجعوهم وكنتمناهم التوفيق ويسعد الناس ديال الاعضاء. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السيد الرئيس، السيد الكاتب العام، اعضاء المكتب المسير، رؤساء الفرق، السي شريف بن كيران رئيس المقاطعه، كنحييكم جميعا كل واحد باسمه وصفته. معكم زين بن امين، رئيسه نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي لكره القدم النسويه، وكذلك ممثله الفرق النسويه داخل عصبه الطابطه اتحاد الجبل العام. بصفتي رئيسه نادي كره القدم، كنعيشوا يعني الواقع ديال كره القدم النسويه، والحمد لله مؤخرا كره القدم النسويه كتعرف واحد الازدهار وواحد التطور اللي هو كبير. دونك هذا الشيء اللي كان يعني الفضل ديالو غيرجع للعصبه الطربيضه، لان كتشجع كره القدم النسويه بصفه عامه، والجامعه الملكيه اللي وضعت واحد المشروع لتطوير كره القدم النسويه. دونك كنشكرهم جزيل الشكر. كنحاول نسرع باش نزلت الكلمه. دوزيام بوان اللي بغيت نهضر عليه وكنوجهو للسيد الرئيس اذا امكن، هو ان يعني الفرق كلفونا باش نوصلوا واحد الرساله اللي هي واحد النقطتين بغينا نناقشهم مع السيد الرئيس. اول حاجه اللي هي الكونتر فورماسيون بالنسبه للفتيات يعني اللي كيتكونوا داخل النوادي ديال كره القدم النسويه. كما كنعرفوا يعني اسوتا بالذكور، اي يعني طفل تكون واحد النادي ديال الذكور كتكون عنده واحد كونتر فورماسيون مع الفريق ديالو الى احترف من بعد. دونك يعني الا كانت امكانيه لادراج هذه النقطه هذه حتى بالنسبه لكره القدم النسويه غادي تعاون الفرق كثيرا. ثم النقطة الثانية اللي هي يعني تكون عندنا تمثيلية ديال عصبة كرة القدم النسوية في العصبة الاحترافية. دونك حنايا كفرق كنمارسو في العصبة ديال الدار البيضاء الكبرى، كنتمنى أن تكون عندنا تمثيلية داخل العصبة الاحترافية لكرة القدم النسوية. ويعني هاد جوج النقاط كنتمناو يعني أنهم يتدرجوا ويتحطوا على أرض الواقع. والحمد لله يعني مجهولات مبذوله كبيره في هذا المجال هذا باش قدرنا اليوم نوصلوا لهذه النتائج يعني اللي كنفتخروا بها جميعا ديال الجيش الملكي ديال فريق سبورتينغ، ونتمنوا ان الفرق يعني كاملين يوصلوا للنتائج اللي هي متطوره. وشكرا لكم على الكلمه. التطور اللي عملته بلادنا على جميع الملاكين وبخصوص كره القدم اللي عملته واحد فرقة قوية اللي رفعات الراية ديال المغرب الأعالي ديالها، فنتمنوا البقية بسم الله الرحمن الرحيم. نص برقية الولاء لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتهاء الجمع العام العادي لعصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم المنعقد في العاصمة الاقتصادية يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 الموافق ل 9 جمادى الأولى 1445، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء المكتب المديري بأن يرفع إلى السجد العالي بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده آية الولاء والإخلاص معربا للقائد البلاد والضامن وحدتها عن تعلقنا بأهداف العرش العلوي المجيد وتجددنا الدائم لخدمة وطننا العزيز وفق التوجهات السديدة والسياسة الرشيدة لجلالة القائد الملهم، كما نتوجه مبتهلين إلى الله عز قدرته في خشوع وتضرع أن يحفظ جلالتكم ويمتعكم بالصحة والعافية. أطال الله في عمركم جلالتكم، أطال الله في عمر جلالتكم خدمة لشعبكم ووطنكم، وجعل التوفيق حليفا جهودكم في كل ما تسعون إليه من عزة وسدد لوطنكم، ويقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أسركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام على مقامكم العالي بالله خادم الأعتاب الشريفة سيد محمد جودة. نلعب الكرة جميع الأعتاب اللي عرفته أنايا كمدرب ديالي، وأنا الفترة اللي طولت في الكرة طولت سيد راس هذا الرجل.
حتى هذا الراجل احنا كنا كنتدربوا يوميا كنا كنتدربوا الليل شانطي كنا كنتدربوا اي بعد مرات نقلبوا على شي مكان يكون فيه ما كاينش شانطي فيه شويه طريق جاده كنجريو فيها غير الظروف اللي عندنا وهذا الشخص عطى كثير لان مجموعه من اللعابه اللي دربوا معنا لان الساعه في الاخر ماشي ثاني وصلوا الفرق اللي هي كبيره الرجاء في الفتح السربات في الميلاد في الوداد نقول سميات وكاين بودير اللي لعب في الوداد الظاهر ايسر كنلعب معانا الاخ ديالو فتح الرباطي سولو عبد الرحيم في شباب محمدية بني ملال الجيل مصطفى زكيلا واخرون اللي هادو كاع لعبوا معانا كانوا صغار مني سنا وانا انت السيد مشاو البورو الكبرى كنبغيكم توقفوا تسقفوا على السيد تاعكم